السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. بسم الله الرحمن الرحيم. After we have finished pronouns in the grammar playlist, بعد ما خلصنا الضمائر في قائمة الجرامر, I'm gonna to start a series of numbers, سلسلة من ال series of lessons, سلسلة من الدروس about part of speech. Part of speech, كل لغة تتكون من أجزاء للكلام كما هو في اللغة العربية. And as I am teaching native speaker of Arabic, متحدثون أصليون native speaker of Arabic language, متحدثين أصليين للغة العربية. So I have decided to compare between Arabic and English. راح أقارن ما بين العربي والإنجليزي فيما يتعلق بأجزاء الكلام. أجزاء الكلام اللغة العربية أو أجزاء الكلام باللغة العربية. أجزاء الكلام باللغة العربية, الكلام في اللغة العربية عندنا فعل, اسم وحرف. فعل ماضي ومضارع وأمر, ماضي مضارع أمر. اسم ما يدل على جماد أو, والأسماء كثيرة, أسماء الخمسة, الأسماء الموصولة. فمن هنا يتفرع أنواع كثيرة من الأسماء. الحرف في حتى إلى آخره, منصوب مجزوم مجرور. أحد علماء اللغة يقول فقدت حياتي وفي نفسي جزء من حتى, بسبب كثرة تفرع اللغة العربية أو حتى ومعانيها. Anyway, على أي حال, في اللغة العربية فعل اسم حرف. In English, في اللغة الإنجليزية يختلف تماما, يختلف تماما. لذلك راح أتكلم عن أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية وكيفية ممكن أحول الاسم أو الفعل إلى اسم, ممكن أحول الصفة إلى حال, يعني بإضافة بعض الكلمات أو بعض الحروف. play يلعب على سبيل المثال, أقدر أحولها إلى اسم بكلمة player, أضفت لها er. slow بطيء, أقدر أحولها إلى slowly حال, أضفتها ly, وهكذا. فممكن في اللغة الإنجليزية أحول من شكل إلى آخر من خلال بعض الإضافات. خلينا نبدأ في part of speech in English. part of speech in English, أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية. noun الاسم, بتلاقيها في القاموس عندها n which means noun, n-o-u-n. explanation شرح, a word that refers to a person, place, things, events or animates. animates inanimate جماد, وهي كلمة تشير, refers to a person شخص, place مكان, think شيء, event حدث, inanimate جماد. look at the sentence, Adam is good player, هو لاعب جيد. so player هنا it is a proper noun. Adam برضو it's a noun, شخص it's a proper noun. he plays football in professional way, يلعب كرة قدم بطريقة احترافية. so player اسم, Adam اسم. the house over there is for Adam, المنزل اللي هناك لآدم. house a name of thing, a name of thing. the accident happened yesterday, الحادث حصل أمس. this is event, هنا تكلمت عن حدث. the accident حدث.
happened yesterday. So this is noun. هذه أيضا تسمى noun. The ticket of the match is very expensive. تذاكر المباراة غالية. Also it is inanimate. جماد. شيء جماد. The ticket. Book. Inanimate. برضو جماد. فكلها تسمى noun. في القاموس بتلاقي عندها كلمة in بين قوسين. The second part of speech in English is called pronoun. Is called pronoun. والكلام في اللغة لا يخرج عن هذه الأشياء أبدا. Pronoun, P-R-O في القاموس ضمير. سبق وتحدث عن الضمائر الفاعل والمفعول به والملكية والانعكاسي. What is meant by pronoun? ما المقصود بالبرونون؟ A pronoun that is used instead of. Instead of بدلا من. بدلا من of a noun or noun phrase replacement. هي عملية استبدال بدل الاسم أو عبارة اسمية. جوزيف يوسف بدل ما أقول جوزيف أقول هي. إذا كان معروف للمتحدث والمتكلم والمستمع. Joseph is my teacher. He is my teacher. إذا استخدمت الضمير instead of noun بدلا من اسم. Joseph, he is my teacher, Joseph. So I used pronoun instead of noun. We took the night train. أخذنا قطار الليل. It بدلا من the train. فهنا استخدمت instead of noun بدلا من اسم. It is cheap. هو أرخص. It فهي هنا ضمير فاعل. آدم and علي are my friends. آدم وعلي أصدقائي. I lent them. أنا أعرتهم. هنا ضمير. هنا ضمير مفعول به. I lent them. Pronoun. ضمير. It is pronoun. It is a pronoun. This is noun phrase. عبارة اسمية تتكون من مجموعة من الكلمات. The new bike. Sorry. The new pink bike. الدراجة الوردية الجديدة. Is not mine. It is not mine. هي ليست لي. فإت هنا قامت مقام instead of noun phrase عبارة اسمية. العبارة الاسمية تتكون مجموعة من الكلمات. So we, he, it, them, it, I كلها تسمى pronouns ضمائر. This is the second part of English speech. Third one, adjective. ADG بتلاقيها في القاموس صفة. A word that describes a noun or a person. هي كلمة describe تصف noun or pronoun أو ضمير. ودائما في الإنجليزي قاعدة الصفة تسبق الموصوف عكس اللغة العربية. لما أقول محمد ممتاز أقول أو طالب ممتاز. طالب ممتاز خطأ. أقول student excellent. No. لا بد الصفة تسبق الموصوف. Excellent student. Excellent student. Look at the sentences. Rich man. خطأ أقول man rich. رجل غني. Tall boy. خطأ أقول boy tall. Tall boy. Poor family. عائلة فقيرة. فالخطأ أقول family poor. My father is a wise man. والدي رجل حكيم. فمن الخطأ نقول my father is a man wise زي اللغة العربية. No. My father is a wise man. رجل حكيم. Today I have talked about three parts of speech. Noun, pronoun, adjective. And I think it's enough. Please don't forget subscribe, share and like. Wait me for more about part of speech. Thank you.